بيكم قناة الأبيض تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن توقع حصل من توقعات ميشيل هايك، من توقعاته اللي قالها في ليلة روس السنة على قناة الام تي في اللبنانية، والخاصة بتوقعاته عن لبنان. وقبل ما نبدأ الحلقة ياريت تروح تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول، وتابعنا كمان على قناة توقعات 2021. وهبدأ أولا بالتوقع اللي حصل من توقعات ميشيل هايك. بيقول ميشيل هايك في توقعاته نوع من مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن، واستراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة ستحمل توقيع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. هقوله لكم تاني، نوع من مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن، واستراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة تحمل توقيع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وبالفعل التوقع ده حصل من توقعات ميشيل هايك عن لبنان، وامبارح فوجئ اللبنانيين والإسرائيليين بضربات عسكرية وقذائف صاروخية متبادلة بين لبنان وإسرائيل، أو بالتحديد بين جنوب لبنان وإسرائيل. وعشان ما اطولش عليكم هقول لكم اللي حصل سريعا، بعد كده هكمل معاكم توقعات ميشيل هايك الخطيره جدا عن لبنان في الفتره المقبله. يا ريت تتابعونا لحد نهايه الحلقه. كشفت صحيفه يديعوت احرنوت العبريه مساء امس الاربعاء عن طبيعه الهجمات الاسرائيليه اللي حصلت في الليله الماضيه على لبنان. وفقا للصحيفة العبرية بتقول، لأول مرة منذ سنوات قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع حزب الله قرب السياج الحدودي جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ ظهر أمس على مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل. وذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الجيش وجه ضربة شديدة في جنوب لبنان أسفرت عن إلحاق أضرار جسيمة بأحد المحاور الرئيسية وبطريق مؤدي إلى منصات إطلاق الصواريخ. وأشارت المصادر إلى أن هجمات الجيش جاء كرسالة تحذير للبنان وخصوصا لحزب الله. ومن جهته رأى وزير الأمن الداخلي عمار بارليف أن حزب الله ليه سيطرة ممتازة على كل ما يحدث في لبنان وخاصة في الجنوب، وأضاف لذلك فإن مسؤوليتهم هي منع المنظمات الأخرى من إطلاق النار علينا، لأنهم إذا هجمونا ففي النهاية تكون قدرات الجيش الإسرائيلي هائلة. المنطقة الحدودية مع لبنان شهدت انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية معززة بالدبابات في أعقاب سقوط قذائف مصدرها لبنان على الجانب الإسرائيلي، وإن هدوء حذر بيخيم على المنطقة فيما اندلعت الحرائق في مناطق حرجية سقطت فيها الصواريخ. وأشارت إلى أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا داخل مناطق قريبة من مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وثالثة داخل الحدود اللبنانية. ونقلت عن الجيش تصريحاته أنه تم قصف مناطق لبنانية ثلاث مرات في غضون الساعات الماضية، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن الأعمال التي تنطلق من أراضيها ضد إسرائيل. وذكرت المصادر أن هناك محاولات لاحتواء الموقف في إسرائيل وعدم الإنجرار إلى مواجهة مع لبنان، حيث اقتصر الأمر على الرد فقط على القذائف الصاروخية فيما يخيم هدوء حذر على المنطقة. ده كان سريعا أبرز توقع حصل لميشيل هايك وتحقق فعلا في لبنان وإسرائيل مساء أمس الأربعاء، ومازال الهدوء الحذر بيخيم على المنطقة. يا ترى إيه اللي هيحصل في الساعات القليلة القادمة؟ يا رب كل خير للبنان. أما عن توقعات ميشيل هايك عن لبنان في الفترة الجاية من النص الثاني من عام 2021، فبيقول إن بين لبنان امبارح واليوم وبكرة بتمتد قيادة راح تساعد لبنان أو تحط إيدها شوية على لبنان. صورة بؤرافية، حظ لبنان ونهضة لبنان هيكون على إيدين امرأة. بعكس إرادة الفريقين حزب الله وإسرائيل ذات يوم راح تنكسر قواعد اللعبة وتنفقد كل الضوابط. خطة هجومية تغييرية من إعداد فيصل كرامة والخطر بين الإشاعة والهدف. الكازينو مركز الحظ بمطرح ما راح يحلفوا الحظ. بيطفح الكيل لدى أحد القضاة وبينتفض بقوة وبيولد حالة واسعة بين الناس وبيدعم من كتير من القضاة.
بينفجر اسم السيد حسن نصر الله الإعلام بيوم ما بيشبه ولا يوم. استراتيجيات واتفاقيات وهندسات بالمنطقة بتحمل توقيع الحزب والسيد. الاستشهاد ما رح يكون له رتبة بين رجال حزب الله. حزب الله يكرم الرئيس بري ويشكره. بالليلة وضحاها بيضطر حزب الله لإعادة التموضع على كل المستويات، عدة وعديد مواقع وصيبات بالعلن والإعلام. صدمة وصدمة مضادة وتحت الأرض بين الحزب وإسرائيل. الشيخ نعيم قاسم والحاج وفيق صفا ما بيخشوا التجربة المرة لو شو ما كانت. لتحقيق أكبر أهدافه رح يستخدم حزب الله جميع أنواع الأسلحة إلا سلاحه. الطريدة بتعلى بالسياج الشائك بين لبنان وإسرائيل وبتكون نوع من الشرارة. ضخامة الحدث المرتبط ببلدية بيروت رح تستدعي استنفار كامل للأجهزة واشتعال الأغاني الخاصة بجنوب لبنان. محاولات لفك شفرة اللواء عباس إبراهيم. بأفق اللواء عباس إبراهيم انكفاء واعتكاف وخطر ومهمة ما بتشبه اللي قبلها ورح توصف بالمهمة المستحيلة. دي كانت أهم توقعات ميشيل حايك والمرتبطة بلبنان وحزب الله وإسرائيل. ويريد تطمنونا في أهل لبنان وجنوب لبنان إيه الوضع دلوقتي. إن شاء الله يكون الوضع تمام ويكون حدث عابر وبسيط وما يطلش أي مدينة ولا أي سكان لبنان. نتمنى يا رب كل الخير للبنان وشعبها وما يطلهاش أي شر أبدا وإن الأمور تعدي على خير. بشكركم على حسن متابعتكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وحنستنى تعليقاتكم وأراءكم. أشوفكم بكرة على خير وتوقعات جديدة ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.